تعالي معايا الأوضة، عايز أوريكي عملت فيها إيه. أوضة؟ أوضة إيه يا أبو أوضة؟ أوضة إيه يا حبيبي؟ ما تسلك يا جدع أنت، أنا مش بتاعة أوض وما بنطلعوش أوض، أنا جاية هنا عشان تسمعني وأقول لك الحقيقة. هسمعك وهنتكلم وهنقول كل اللي أنت عايزاه، بس مش دلوقتي. إمتى إن شاء الله؟ الأيام جاية كتير، تهدي بس وأعصابك تهدى. يا عم أنا هادية وأعصابي مرتاحة وزي الفل. هو انت شايفني بقطع في شعري؟ انا دلوقتي لازم امشي، انا عندي شغل وعندي مواعيد، ممكن ناجل كلامنا للصبح؟ لا دول هما الكام ساعه دول. تعالي تعالي يا زينب. يا عم ما اسميش زينب، زينب ده اختراع. امال ايه اللي مش اختراع؟ عزه. ماشي، عزه ومن المحله مش كده؟ من اسكندريه، ابو ام الغبا. طب تعالي يا عزه، تعالي بقى. هو البيت ده ما بيخلص؟ هو كم مطرح؟ مطرح؟ أوضة أوضة. تعال تعال تفضل. دي الأوضة اللي اخترتيها آخر مرة كنا فيها مع بعض، بعدها بيوم اختفيتي. اختفت فين الهبلة دي؟ طب وربنا، أدي لو عندي مطرح زي ده نتبت في اللي جابه. أنا كده أتأكد إن البت اللي اسمها منار دي راح منها على الآخر. ما تقوليش عليها كده لو سمحتي. شكلك كنت وقع فيها لشوشتك يا عسلية. يعني ما تعرفيش؟ ها؟ لا لا ما أعرف. ما تبصليش كده، ما تبصليش كده. بص الناحية دي، أنت هتسبلي ولا إيه؟ طيب تعالي اوريك انا جبت لك ايه. اوعى. تعالي، انا كنت عارف انك راجعه يا منار. انا جبت لك كل الحاجات اللي ممكن تعجبك. مش ده برضو الفستان اللي كان عاجبك؟ ده عاجبني قوي قوي، ده حلو قوي. بالراحه. لا ده انا كده بقى شكلي هفتكر. لا هفتكر، مصراوي مصراوي وترجع لي الذاكره. انت اصلا ما فقدتيش الذاكره يا منار. انت اللي شفتيه من جوزك وموت مامتك قدامك اثر في حالتك النفسيه، وكمان مع الاكتئاب والادويه بقيتي عايزه تعيشي حياه تانيه غير اللي انت عايشاها. انا عارف كمان ان انت فكرتي في الانتحار. انا عمر حكى لي كل حاجه. على فكره هو بيحبك وحاسس انه اثر معاكي. ما هو قال لي البقين دول في المستشفى. بس اقول لك، البت مراته دي بت حربايه، هي اللي مقسياه. ايوه هي اللي مقسيه على اخته، يتفتلها بلاد.